الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح شهد احتفالية قادرون باختلاف في نسختها الخامسة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية. ووجه الرئيس السيسي التحية للأشخاص ذوي الهمم. تعالوا نشوف مع بعض جزء من كلام سيادة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي ان انا ارحب بيكم وسعيد بوجودكم ومتشرف قوي والله باليوم دوت اللي انا زي ما قلت كده هو يوم بنعيش عليه السنه كلها. انا مش مبالغ بالكلام اللي انا بقوله دوت. وانا يمكن قلت واحنا قاعدين كده ان احنا في عالم الحقيقه فيه مش واضحه يعني. ودي حكمه ربنا ان احنا ما بنبقاش شايفين كل حاجه. لكن في يوم تاني هنشوف كل حاجه. واليوم ده طال او اسر الزمان جاي ويتبقى كل عمل طيب كل عمل طيب الناس ممكن تعمله لنفسها او لغيرها. واحنا بنعتبر ان اليوم دوت الاحتفال ده فرصه لينا كلنا لحاجتين. الحاجه الاولانيه ان احنا نشوف عظمه ربنا وقدرته في خلقه، وكمان ان الثمن اللي احنا المفروض نقدمه شكر وتقدير للي احنا فيه. دي نقطه. النقطه الثانيه ان يا ترى احنا هنعمل ايه؟ هنعمل ايه في اللي احنا بنتكلم عنه النهارده وبنحتفل بيه؟ هنزهق؟ هنتضايق؟ هنغض الطرف مش هنبص يعني؟ ملناش دعوه؟ ولا نتصدى؟ طب حتى لو كانت يعني ظروفنا مش يعني مش يعني، لكن ممكن بالقلب. واحنا كمان كتر الف خيرك هنعمل مشكله في البيت بقى بعد كده. شكرا. فالمهم انا عايز اقول لكم ان احنا نبقى قلبنا على قلب بعض ونحاجه على بعض ونساعد بعض ونقف على قد ما نقدر يعني، حتى زي ما قلت كده لو بكلمه مع كل اللي احنا بنشوفه ده، ونساهم بكل امر وكلام وفعل وحتى موارد. ويمكن هنا انا حطيتها في الترتيب الكلام بتاعي يعني، لكن عشان كان في واحنا في بنتفرج دلوقتي جات لقطات من احتفالات سابقه، وكنا سامعين ان اهالينا اللي عندهم اهالينا خايفين. وانا ساعتها قلت ازاي يعني؟ ده مخاليق ربنا اللي ما بنشوفهاش تحت الأرض وفي كل حتة، رزقها مكفول وحياتها مكفولة. لأن احنا مش احنا اللي نقدر نعمل ايه. هو عامل ومخلص سبحانه. هو عامل كل شيء وناهيه بقدرته وعظمته. فمحدش يتصور أبدا إن ممكن حد يضيع وهو موجود سبحانه وتعالى. وهو موجود سبحانه وتعالى ما فيش حد بيضيع أبدا. استغفر الله. محدش يتحط جنب اسمه أبدا. محدش يتحط جنب اسمه أبدا. كتر خيرك. المهم مش عايز أطول عليكم عشان الولاد اللي جنبي والبنات دول ما يتعبوش كتير، لكن عايز أقول لكم ما تقلقوش على ده. نعم. حاضر. طيب عايز اطلب من حضرتك طلب. اطلب.
عايز اطلع مع الكابتن ابراهيم فايق. ابراهيم حاضر، نطلع مع فريق العمره. حاضر وما راسي وعدني كل سنه هطلع معاك ان شاء الله. اهلا وسهلا. عايز اقابل لعيبه الاهلي. حاضر حاضر فريق العمره وانا ممتن. حاضر حاضر حاضر. كمان امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم عن مشروع رأس الحكمة، وقال إن الأرقام اللي أعلنتها الحكومة بشأن قيمة الصفقة وصل جزء منها إلى البنك المركزي وهيدخل جزء آخر يوم الجمعة الجاية. الدكتور مصطفى شرح الموضوع بتاع رأس الحكمة، لكن اسمحوا لي إن أنا أتكلم عليه برضو مرة تانية وبس كمان من منظور تاني، لأن طبعاً دايما رغم انه بيبقى فيه اعلان واضح واحنا بنبقى شفافين معاكم، بنبقى صادقين معاكم في طرح الموضوع من غير ما نخبي حاجه، ما يصحش. يعني احنا ما يصحش ان احنا نخدعكم او نقول كلام مش دقيق او كده يعني. فلا طبعا اللي الدكتور مصطفى اتكلم فيه على شكل الشراكه وشكل المشروع اللي احنا بنتكلم فيه بمساحته، حتى بالإجراءات اللي هتتعمل خلال يعني الشهور والسنوات القليلة القادمة عشان المشروع ده يبقى أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط. ده كل ده كلام اتقال بشكل أو بآخر، لكن أنا بأكده يعني، والوقت هو إن شاء الله اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني يساعدنا إن احنا وأشقائنا في الإمارات يعني يبقى فعلا يقدروا يحققوا المدينه العالميه ديت، اللي هي بمعنى مش على قد ان احنا بنتكلم في شهرين ثلاثه اربعه حتى في الشتاء ولا الصيف، لا احنا بنتكلم على حاجه فيها حياه مستمره على مدار السنه بالكامل بانشطه كتير قوي قوي هتبقى يمكن بعضها يمكن يكون موجود لاول مره في مصر. لكن اللي انا عايز اقوله باختصار هو ان البيانات اللي اتقالت من الدكتور مصطفى يمكن يتبقى بس ان احنا نقول ايه وصل كذا وصل كذا وصل كذا، وعشان كده انا بدات بالكلام عشان تبقى الامور واضحه. يعني الارقام اللي احنا اعلنت دي فعلا بالفعل وصلت امبارح، والنهارده دخل جزء منها البنك المركزي، ويوم الجمعه فيه زيه. ف وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى. وهنا لازم اوجه الشكر لاشقائنا في الامارات وعلى راسهم أخويا فخامة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، لأن هو ده. أنا عايز أقول لكم مش سهل أبداً إن حد يحط 35 مليار دولار في شهرين، مفيش في العالم كده، أنا بتكلم بجد يعني. وده شكل من أشكال يعني المساندة والوقوف والدعم بشكل واضح، والقرار اتخذ في ثانية ومن غير إحراج ولا أي حاجة. أنا بقول الكلام ده للمصريين كلها عشان الدنيا كلها بتقف جنب بعضها، وإحنا أشقائنا يعني أشقائنا في الخليج دايما جنب مننا يعني. لكن أنا بسجل هنا موقف خاص بالإمارات في الموضوع ده، لأن كان الظرف الاقتصادي بقاله 4 سنين صعب في مصر، بقاله 4 سنين صعب، سنتين أزمة كورونا. وطبعاً لما بنيجي نقول الكلام دوت يمكن يكون مش وقته يعني إن احنا نقوله في الاحتفال الجميل ده، لكن بس أنا حبيت أنوه عنه. لا طبعاً كل إجراء، كل مشكلة، كل أزمة بتمر في أي حتة بيبقى لها تأثير علينا. كما نتكلم الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الأحداث في غزة، وقال إن مصر حريصة على أن يكون معبر رفح منفذا لمساعدة الأشقاء وعلاج المصابين، وأكد على إن مصر لم تغلق معبر رفح طوال الأشهر الماضية، وتمنى الرئيس السيسي الوصول إلى وقوف إطلاق نار في غزة خلال الأيام القليلة المقبلة. زي ما أقول لكم إن أنا حرصت جدا، مش أنا بس، أنا وكل المصريين، على إن احنا نخفف ما أمكن ما أمكن على أشقائنا في القطاع غزة. وده كلام مش بس، هي الفكرة كلها إن في أوقات الصراع بيبقى فيه كلام كتير، وفي بعضه صادق وبعضه مش حقيقي، لكن إحنا من أول يوم وحتى من قبل كده كنا حريصين جدا جدا على إن المنفذ بتاع رفح يبقى فرصة، يبقى سبيل،
يبقى مسار لتقديم المساعدات وايضا لاغاثه اللي مطلوب اغاثتهم. لكن المواضيع مش سهله زي ما احنا متصورين، وان اعتقد البعض ان احنا ممكن نقول كلام، وانا قلت الكلمه دي قبل كده، نقول كلام ونكون احنا بنعمل حاجه تانية. لا لا، احنا مش، انا قلت لكم مره قبل كده، احنا ناس بفضل الله سبحانه وتعالى شرفاء وامناء ومخلصين في وقت ما فيش فيه كتير كده. يعني لا نكذب ولا 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 نتآمر ولا لا 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 لا، هنروح من ربنا فين؟ طبعا طبعا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، متشكر متشكر. فالمهم انا عايز اقول لكم ان الموضوع ده ربنا يحفظنا جميعا ويحفظكم. خلوني اقول لكم بس النقطه دي مهمه قوي، لان خلال الاربع شهور اللي فاتوا ولا اكتر اتقال كلام بعضه مش دقيق. احنا ابدا مصر، وانا طب انا قلت الكلام ده قبل كده، والحكومه بتقوله كتير، والوزير الخارجيه بيقوله كتير، لكن احيانا التكرار بيبقى مهم لتاكيد الرساله. مصر ابدا ابدا لم تغلق القطاع، ولكن اسف المنفذ يعني، ولكن احنا عشان نعمل حاجه في اوضاع اللي زي كده فيها اقتتال لازم نخلي بالنا ان ما يحصلش مشكله واحنا بنعمل الاجراء. لكن واحنا كمان بنحبكم كلكم، فانا بس حبيت اشير للنقطه ديت، واحنا ان شاء الله خلال يا رب الايام اللي جايه البسيطه ديت نصل الى وقف اطلاق النار، وتبتدي اغاثه حقيقيه لاهلنا في القطاع في المجالات المختلفه. ف فكان لابد ان انا اقول الكلمتين الصغيرين دول، وايضا اكد ان احنا مستمرين وهنستمر في الدعم والمسانده للقضيه الفلسطينيه حتى نصل ان شاء الله الى دوله فلسطينيه على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقيه ان شاء الله. إلى جانب احتفالية قادرون باختلاف في نسختها الخامسة، كمان امبارح كان في مجموعة من الأخبار التانية المهمة، منها افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء معرض أهل رمضان الرئيسي في مدينة نصر، واللي بيوفر السلع الغذائية والسلع الرمضانية بأسعار مخفضة. امبارح كمان شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مراسم توقيع 7 اتفاقيات تعاون ما بين مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بين مطورين عالميين وعدد من الجهات الحكومية. تفاصيل وأخبار أكثر في سياق هذا التقرير. أخبار كثيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء معرض أهلا رمضان الرئيسي بحضور وزير التموين وعدد من المسؤولين. وبتعمل الدولة على توافر مخزونات كبيرة من السلع الأساسية لتأمين احتياجات الدولة والمواطنين ومواجهة زيادة الإقبال المتوقع خلال الشهر الكريم، ووصلت الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الأساسية لست شهور. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماع مع عدد من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وده لاستعراض فرص التعاون الممكنة لدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، لا سيما مساندة القطاع الخاص في عدد من القطاعات أهمها قطاع الهيدروجين الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية. وأكد مدبولي أن مصر والبنك بتجمعهما شراكة استراتيجية، لا سيما مع تخصيص محفظة استثمارية كبيرة لدى البنك لدعم القطاعات المختلفة في مصر. وأضاف أن التمويلات اللي خصصها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للقطاع الخاص لعبت دور حاسم في تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الابتكار في مصر. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع 7 اتفاقيات تعاون في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بين 7 مطورين عالميين وعدد من الجهات الحكومية. وقال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي إن توقيع الاتفاقيات بيعكس الاهتمام المتزايد للشركات من أجل الانضمام لبرنامج الهيدروجين الأخضر المصري، اللي بيعكس سير الدولة في الطريق الصحيح من خلال إنشاء برنامج واضح المعالم ومكتمل الأركان ومدعوم من جميع جهات الدولة.
امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع شهادة التسليم والتسلم الخاصة بمشروع مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية المقدم كمنحة من الصين، وذلك عقب لقائه وان غوينتاو وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية. وبيأتي المشروع تتويجاً للخطابات المتبادلة الموقعة بين حكومة مصر وحكومة الصين في 16 نوفمبر 2015، واللي تضمنت الاتفاق على تنفيذ مشروع مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية كمنحة من الصين، وحيث تم البدء في تنفيذ المشروع في 16 يناير 2016 وتم الانتهاء من تنفيذه في 30 يونيو 2023. امبارح شهدت مبادرة كلنا واحد إقبال كبير من المواطنين في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين. وبتواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 25 من مبادرة كلنا واحد بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وبتستمر حتى نهاية شهر رمضان لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل ل 40%، وده بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية. والأول مرة تتضاعف أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة في المبادرة لتصل ل 2148 منفذ وشادر بمختلف محافظات الجمهورية.